اهلا بحضراتكم مره تانية. الحقيقه فقرتي دي يعني فقره خاصه جدا بكل الستات اللي بتتفرج علينا. لما نتكلم عن الاهتمام بالجمال والتجميل، الحقيقه ده شيء فطري عند كل سيده او بنت، يعني كل البنات او كل الستات بيهتموا بجمالهم، بيحبوا يحافظوا على جمالهم، وبالاخص تحديدا بقى بيحبوا يستخدموا مستحضرات التجميل عشان يبانوا احلى، عشان لو في ديفوهات بسيطه تتظبط وتبقى يعني الدنيا لطيفه وحلوه. لكن دلوقتي الحقيقه في صيحه جديده او اتجاه جديد ان يبقى في يعني مستحضرات تجميل بمواد طبيعيه. خلوني ارحب بضيفتي بقى المتزعمه لموضوع استخدام مستحضرات التجميل من خلال المواد الطبيعيه. ضيفتي هي جاكلين فوزي، خبيره التجميل. اهلا بيكي، صباح الخير عليكي. صباح الخير، اهلا بحضرتك. جاكلين، يعني احنا اتكلمنا وقلنا انه طبعا ما فيش ستة ما بتستخدمش مستحضرات تجميل. الميك اب شيء اساسي، حتى بيختلف بقى ان هو لايت اوفر، هادي، لا قوي، يعني بس في الاخر هتلاقي كل الستات بتستخدم مستحضرات التجميل او حتى العنايه بالبشره. يعني حتى لو مش هتستخدم مستحضرات تجميل، لكن مستحضرات العنايه بالبشره شيء اساسي. طيب احنا بنعاني طبعا انه مهما كان بيبقى في تحسن شكلي، لكن بيبقى في كيميكلز جوه، مواد كيماويه جوه المستحضرات دي، فبتاثر سلبي على البشره وعلى الشعر وعلى كل حاجه. ازاي بقى انت خدتي الموقف التاني ده العكسي، انك تعملي مستحضرات تجميل وعنايه بالبشره بمواد طبيعيه؟ قولي لي بقى الناس قابلتك بده ازاي، او الستات قابلتك بده ازاي؟ هو اول حاجه الموضوع اصلا كان صعب عليا انا شخصيا، لاني انا اصلا بحب الميك اب كلنا، فقررت. وطبعا دي حاجه عند الست المصريه من ايام الفراعنه، من ايام الكحل اللي كانت بتحطه، كليوباترا، معروفين احنا برسمه العين الحلوه بالحاجات الطبيعيه. بس زمان كانت الحاجات فعلا طبيعيه. دلوقتي كل حاجه فيها كيميكال، كل حاجه اغلبها بتعمل تصبغات للبشره، بتعمل كانسر في الجلد. مش حابه اخض الست على الصبح، بس فعلا الحاجات دي مضره جدا جدا بالبشره. وانا اهتمامي من وانا صغيره ان انا اركز جدا في البشره تبقى صافيه، ان احنا نعمل حاجات من البيت المصري، من مطبخي في البيت. فكل الحاجات اللي انا ينفع اكل منها ينفع احطها على وشي. فدي من الحاجات اللي الست المصريه ممكن وهي واقفه بتطبخ تعمل حاجه زي كده. احنا ممكن نعمل تركيبات بسيطه جدا، زي الروج، زي رسمه الحواجب، زي الماسكرا، حاجات كتير جدا ممكن نعملها طبيعي. كلها طب يعني احنا مثلا ممكن الستات تبقى عارفه مثلا انه اعمل ماسك خيار، يعني وانا باكل خياره كده اقطع شويه واعمل ماسك خيار، قشر الليمون ما يترميش مثلا. دي حاجات اللي احنا عارفينها، بس دي صح. عنايه للبشره، لكن أيوة. كمستحضر بقى تجميلي ده اللي جديد. يعني الستات تعمل يعني ايه عشان تستخدم مثلا روج؟ يبقى عندها منتج من الروج مثلا. انا بستخدم حاجه بسيطه جدا جدا. ممكن اعملها بحاجتين، انا ما بحبش ازنق الست في منتج معين. مثلا ممكن فازلين، او ممكن والفازلين دي ماده مش دعايه لشركه معينه، أنا لا الفازلين ده احنا ممكن نشتريه من عند العطار. بنجيب لون طعام اللي احنا بنحطه على الكيك للولاد. بنجيب لون، بنجيب زيت بسيط، زيت الزيتون او زيت اي حاجه، بنخلطهم ببعض. انا عامله برطمان صغير كده ممكن واحنا في السيشن. طب كلميني بقى عن الثبات بتاعه، يعني هل مثلا لما تقول لك الثبات زي التنت بالظبط اللي احنا فعلا كلنا مهبولين بيه، كلنا عندنا ان احنا عايزين وشنا يبقى مورد، وكمان هو بيستخدم للشفايف. انت الروج اللي انت حاططها ده طبيعي؟ طبيعي. بس طبعا عشان الثبات والميك اب والحاجات دي، التصوير اللي كان لازم احط حاجه ثابته شويه. بس هو بيدي لمعان وتراوى للشفايف، وبيتحط على الوش كمان للخدود. حاجات تانية بتتعمل زي الصغير دوت اللي بنحطه مع التوابل ده، القرنفل. برافو عليكي. ده ممكن نرسم بيه حواجبنا اصلا. يعني هو ممكن يبقى بديل القلم. صحيح. وبيرسم فعلا حلو. صحيح. جدا. ده مفيد للشعر نفسه، بيطول الشعرايه، بيخلي الوش نفسه نضر، بيرسم كانه قلم بالظبط، كانه قلم حقيقي. حاجات تانية ممكن هو فعلا ممتاز. انا بحطه كمان على اي حاجة الليب اللي انا بعمله للشفايف، لانه هو مفيد كمان للبشرة مش للشعر بس. وكمان ريحته حلوة. مبدئيا هو بيعطر ريحة البق، يعني حتى لو هي مثلا بتصحى الصبح حاسه ان النفس مش احسن حاجة، وهي لازم تخرج ومعهاش فلوس تشتري اي سبراي للنفس، ممكن تحط قرنفل في بقها، خلاص الدنيا بتبقى تحفة. صحيح. بيروق المعدة كمان، ريحة البق بتبقى تحفة.
فهي نفسها بتبقى فريش وهي بتشرب عصير الصبح، بتعمل الموز، الموزة دي قشرة الموزة فيها مليون فايدة. فممكن تاخد القشرة بس تعمل بيها كده وتسيبها 10 دقايق وتشطفها. فالموز فيه فوايد للشعر وللبشرة رهيبة. بصي طيب انا هكلمك على حاجه يعني دايما بيقولوها برضو، انه لا في ناس تقول لك انا مش مدرست الحاجات اللي انا اخدها المنتجات الطبيعيه اللي انا باكلها احطها على وشي، اكلها الفايده هتبقى اكتر. انت رايك ايه في الكلام ده؟ لما نبقى الفايدتين مع بعض دي هتبقى حلوه، احنا مش خسرانين حاجه. هي كده كده انا كمان انا عامله ماسك طبيعي، والماسك ده هو بيقال ان هو روسي. الماسك ده عشقي عشقي. توصلتي له ازاي بالقهوه؟ وصلتي له ازاي القهوه ده؟ انا بتجربي طبعا الحاجات الاول. طبعا طبعا مفيش حاجه بستخدمها لاي حد من صحابي. انا اشكر ربنا يعني صحابي بيثقوا فيا جدا. لما حد بيبقى عنده مشكله في بشرته، ده من قبل ما ادرس، من قبل ما اعمل الدبلومه بتاعتي، كانوا بيستعينوا بيا. يا جاكي انا عندي مشكله في وشي، عندي فرح، عندي مناسبه، اعمل ايه للنضاره؟ اعمل ايه؟ في حبايه في وشي، في تصبغات. وطبعا يعني مع القراية كتير، مع الدراسة، خلتني أبقى عندي يعني واثقة في كلامي كويس. والتجربة طبعا أكيد بتجربي الأول قبل التجربة بجربها على صحيح. نفسي الأول وبعدين بستخدمها لأي حد. مبدئيا احنا كلنا بنعشق الست بتشرب القهوة الصبح دي عشق بالنسبة لها ومزاج. صحيح. فآخر حباية، آخر حبة في القهوة أنا مش عايزة منها غير أن هي تحط نص معلقة زيت زيتون على عصرة ليمون على سكر بني بس كده. لازم بني؟ البني يعني؟ بيبقى زي البلورات كده فبيفرق في السكراب يعني، بيعمل سكراب حلو جدا جدا. فده في حد ذاته تروح مقلبه كده وتروح غسله بيه وشها، ده غسول الصبح، وفي نفس الوقت بيوحد البشره وبيخلي البشره نضره، وريحه القهوه كمان فريش، بتخلي بتنعش الست بقى في دماغها كلها نفسها وكل حاجه. فده بيفتح، وده بيستخدم مش للبشرة بس، ده بيستخدم للجسم كله. الماسك ده بالذات ده بيدمر السيلوليت، بيفرد الجسم، بيشد الجلد، بيدي نضارة. فهو يعني واي نوت ان احنا نستخدم حاجه بشرتنا خصوصا احنا بنستخدمها اوريدي يعني موجوده عندنا. يعني لو هي عايزه تستخدمها مثلا لجسمها كله ممكن تبخر الحمام شويه بالبخار وبعدين تستخدمها بحركات دائريه كده. بيتحط الماسك، انا هوريكم حتى هو شكله عامل ازاي، وساعات بحط عليه عسل عشان يبقى افيد. طيب احنا معانا يعني مريان. مريان مريان عادل الموديل، صباح الخير عليك يا مريان. هي مريان قمر لوحدها بصراحه. وانا اللي كنت عايزه اقوله، انا كنت قصده ان انا ما اجيبش موديل من بره، هي صاحبتي وهي كده بشرتها من غير ميك اب بالحاجات اللي انا هقولها لكم بنعملها. هقول لكم على روتين واحنا بنعمل السيشن، وفي نفس الوقت اقول لكم الوش بيتغسل ازاي والطريقه، وبالحاجات الطبيعيه اللي احنا موجوده عندنا في البيت. هي يعني بشرتها حلوه كده من غير اي ميك اب. الست نفسها هتحب ان هي ما تحطش ميك اب. طب قبل ما نروح لمريان بقى، ادينا كده الروتين الصباحي، يعني الست تصحى الصبح من النوم، الست تصحى الصبح من النوم الوش في احنا عندنا كذا نوع من البشره. صحيح. لو في بشره، في بشره دهنيه، في بشره جافه، في بشره مختلطه اللي هي المركبه. يعني عشان مختلطه مهم جدا ان الست تعرف طبيعه ونوع بشرتها ايه. جدا جدا جدا, جداً. ليه الثلاثه جدا دول ليه؟ لان احنا لو ما عرفناش نوع بشرتنا احنا غلط. ممكن نستخدم منتج غلط. حتى صحيح. الغسول لوحده كفيل ان يعمل تحسس للبشره. تلاقي بعد كده طلع احمرار، والاحمرار ده احنا مش عايزينه. ليه؟ لان كارثته اكبر. ده بيعمل تصبغات للوش، بيقلب بعد كده بني. تيجي الست صحيح. تشتكي تقول هو انا ليه حصل لي كده. بعد الغسول واحنا قررنا خلاص نوع بشرتنا، هقول اختبار بسيط يعرف الست نوع بشرتها. هي بتغسل وشها كويس، بعديها بنص ساعه بتجيب منديل وتطبطب بيه كده على وشها، بنشوف انهي مكان في الحته دي كده، منطقه اسمها التيزون، انهي مكان طلع منه دهون. وهي هتعرف لو البشرة كلها طلع منها دهون تبقى دهنية. دي دهنية. والدهنية برضو بتبين في إشارات، بيبقى في حبوب بتبقى مزيتة بزيادة. البشرة المختلطة أو المركبة بتطلع بس دهون من هنا من المنطقة دي. البشرة الجافة بقى مش بيطلع خالص. بيبقى في قشور، بيبقى في حرقان. البشرة الحساسة بتبقى فيها تحسس كتير. بقى أقل منتج دي لازم نخلي بالنا جدا. حتى في الحاجات الطبيعية
لو عملنا سكراب، لو عملنا المقشر بقى اللي هو حاجات بتبقى لطيفة حاجات بالاحمر على الوش، يعني انا ساعات بعمل مقشر عليه. اللي هم اللي بيعملوه في السيشنات بره بيقشر البشره ويشيل الجلد نفسه، مش كسكراب، دي حاجات كلها طبيعيه برده، فالبشره الحساسه ما ينفعش تكمل. طيب نروح بقى نشوف هنعمل ايه لماريان. اوكي ماريان كده هنعتبر ان هي لسه بتبدا يومها. وهي كمان حطت قبل ما ننزل من البيت حطت السان بلوك، وده انا هقوله في الروتين اللي هعمله. احنا هننتقل مع حضراتكم دلوقتي لافتتاح عدد من المشروعات بافتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات في مدينه السادات.